الحكومية. كتعرفوا أن المقاهي وظيفتها الأساسية تخزين المواد الغذائية والمشروبات ومنع جميع أنواع الممنوعات، هذا هو القانون. كما أننا نحرص على تجنيب شباب المغرب جميع الممنوعات المضرة بالصحة والسلامة التي تؤدي إلى أضرار أخلاقية وأضرار صحية. وأي مساس بهذه الأماكن أو استعمال أي شيء ممنوع فهو جرم قانوني، ستعمل الجهات المختصة لمحاربته، تتبع هذه الأماكن المخصصة لما عمل فيها.